فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نسي صلاة فريضة ثم ذكرها بعد الوقت وهو في درس علمي لمدة ساعة، هل يجوز له أن يؤخر أداءها أو قضاءها إلى نهاية الدرس؟ لا، يقوم يصليها ويرجع للدرس، صليها إذا ذكرها. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يقوم يصلي ويرجع للدرس. الحمد لله. نعم. فضيلة أو إن كان في فصل يطلع من الفصل ويتوضأ ويصلي ويرجع للفصل. نعم.